السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة معانا فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك، والفيديو بتاع النهاردة مهم ولازم تعمله باستمرار. ايه هو؟ تنظيف فلتر الغسالة. تنظيف فلتر الغسالة ده لازم تنظفه باستمرار عشان ما يبوظش الغسالة. النهاردة معانا غسالة توشيبا، وهنشوف ازاي تنظف الفلتر. هتفتح اول حاجة الباب بتاع الغسالة، هتبص هتلاقي الفلتر الازرق ده قدامك او القطعة الزرقاء دي، هتدوس عليها من فوق كده دوسة بسيطة هيطلع معاك الفلتر. هتشيل الفلتر كده زي ما انتوا شايفين في اوساخ او سدد في الفتحات بس بسيط. دلوقتي هنشوف ايه اللي جوه الفلتر، وهنفتح الفلتر هتلاقي سهم تحت متعلم على الفلتر، هتشد الجزء ده لتحت هيتفتح معاك. هنشوف دلوقتي ايه اللي جوه الفلتر، والفلتر ده يا جماعة مهم لازم تنضفه عشان ده ممكن يعمل لك مشكلة في الغسالة او ما تعصرش او كده بسبب تراكم الاوساخ او قلة نظافة الفلتر. زي ما انتوا شايفين في تراب، في وبرة بتاعت الهدوم، كل حاجة في الغسالة او كل حاجة بتتجمع في الغسالة بتخش جوه الفلتر ده، فدايما لازم تنتبه لنظافة الفلتر. لازم كل فترة تنظف الفلتر ده كويس وتغسله كويس وتبتدي تركبه تاني عشان ما يسبب لكش مشكلة. وساعات كتر الرواسب او الوبرة دي بتسد الفلتر نهائي وبتسبب ايرور في الغسالة بسبب قلة نظافة الفلتر. هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي تنظف الفلتر. اول حاجة هتستخدم مية بس عادي يعني، وهتبتدي تدعك الفلتر كده جزء جزء. نزل بس الرواسب دي من عليه. هتجيب فرشة سنان قديمة عندك وتبتدي تستخدم الفرشة تدعك بيها الأماكن بتاعة الفلتر كده، تدعك الفلتر كويس كله عشان تشيل كل الوبرة اللي جوه الفلتر. وزي ما قلنا الفلتر ده ممكن يخلي الغسالة توقف العصر نهائي، يعني تيجي تبقى الغسالة شغالة ومفاجأة ما تلاقيهاش عصرت ووقفت وعملت ايرور على الشاشة بسبب الغسالة مش عارفة تطرد المية. فالحتة دي بتاعة طرد المية مكان الفلتر ده، لازم تعدي على الفلتر المية وبعد كده بتطلع على الطرمبة بتاعة الطرد او الصرف. فانت لو انت ما اهتمتش بالنظافة بتاعة الفلتر، الاوساخ او الرواسب اللي جوه الفلتر هتسد المجرى بتاع المية، فساعتها الغسالة مش هتقدر تسحب مية او تطرد المية، فساعتها هيسبب لك مشكلة وممكن بعد كده الاوساخ دي تخش داخل الطرمبة بتاعة المية وساعتها هتبوظ لك الترمبة. فلازم دايما تهتم بنظافة الفلتر. زي ما انتوا شفتوا كده احنا نظفنا الفلتر اهو كويس، هنبتدي نركبه تاني. هتشوف السهم اللي تحت هو اللي هيبقى تحت، وهتركب الجزء من تحت كده وهتزقه هيركب معاك الفلتر زي ما انتوا شايفين كده. كده الفلتر ركب. الموضوع كله ما خدش 3 دقايق او دقيقتين، الموضوع بسيط بس ممكن يسبب لك مشكلة في الغسالة فلازم تعمله. هتركب الجزء اللي تحت كده وبعد كده هتسيب الفلتر وتدوس عليه دوسة بسيطة هيركب الفلتر مكانه ومش هيتخلع تاني ولا اي حاجة. وبكده تكون نظفت الفلتر واتحلت المشكلة.